الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 21 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. نتابع القراءة في الفصل 26 بعنوان الوفود، أي التي قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وقد وصلنا إلى الرقم 53. وفد خولان، وكانوا 10، وكان قدومهم في شعبان سنة 10، فذكروا أنهم مسلمون وأنهم على من وراءهم من قومهم. وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صنمهم عن أنس، فقالوا إن الله أبدلهم به ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم سيهدمونه عندما يرجعون، وفعلوا ذلك. من بين الوفود التي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير التي ذكرنا الرقم 54، وفد خولان من بلاد اليمن، قدموا في شعبان 10 من الهجرة. 55، وفد جعفي. 56، وفد زبيد. 57، وفد الصدف. 58، وفد خشبين. 59، وفد سعد هذيم. 60، وفد بلي. 61، وفد عذرة. 62، وفد سلامان. 63، وفد بهراء. 64، وفد جهينة. 65، وفد كلب. 66، وفد جرم. 67، وفد غسان. 68، وفد سعد العشيرة. 69، وفد عنز. 70، وفد الرهاويين من مذحج. 71، وفد غامد. 72، وفد النخع. 73، وفد أزد عمان. 74، وفد خثعن. 75، وفد غافق. 76، وفد بارق. 77، وفد ثمالة والحذان. 78، وفد أسلم. 79، وفد جذام. 80، وفد مهرة. 81، وفد جيشان. 82، وفد جماع جبل تهامة. وكانوا جماعة من العبيد من كنانة ومزينة والحكم والقار ومن اتبعهم، غصبوا المارة. وكتب إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا أمنهم فيه، وقال فيه: فعبدهم حر ومولاهم محمد، ومن كان منهم من قبيلة لم يرد إليها. 83، وفد مذحج. 84، وفد بني نهدي من غور تهامة. أعزي المستمع، تكرر هنا وفد مذحج، فقد سبق ذكره بالرقم 70 تحت عنوان وفد الرهاويين من مذحج. 85، وفد بني نمير. 86، وفد السباع. 87، وفد الجن الذين قدموا عليه بمكة وهم الجن المعروفون. 88، وفد هوازن الذي قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم بالجعران حين منصر فيه عن الطائف. 89، وفد ثعلبة. 90، وفادة أسيد بن أبي أنيس، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم تائبا بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. 91، وفد بني سحيم. 92، وفد بني سدوس. 93، وفادة أبي صفرة. 94، وفد عنزة، وفيهم سلمة بن سعد. وقال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: حيها هنا مبغي عليهم منصورون. 95، وفد ربيعة ابن رواء العنسي. 96، وفود قيس بن عاصم. أحكام وعبر وفوائد من أخبار الوفود. 1،
إن في أخبار وفود هذه القبائل على الرسول صلى الله عليه وسلم لدليلا واضحا على مدى انتشار الإسلام في الجزيرة العربية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الجزيرة العربية تحت راية واحدة هي راية الإسلام والدولة الإسلامية بالمدينة المنورة. اثنان، إن في تدفق هذه الوفود على المدينة لدليلا على وفاء الله بوعده النصر الذي وعده نبيه. ثلاثة، إن من حسن السياسة وأدب الإسلام وأخلاقه احترام ممثل الشعوب أو القبائل وإكرامهم، وذلك بدليل ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع الوفود من الضيافة وحسن الاستقبال وإجزال العطاء. أربعة، جواز إنزال المشرك في المسجد إذا كان يرجى إسلامه وهدايته، فقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل وفد ثقيف في مسجده لمحادثتهم وتعليمهم، وإذا كان هذا جائزا للمشرك فجوازه للكتابي أولى. وقد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمسجد. قال الزركشي: واعلم أن الرافعي والنووي رحمهما الله أطلقا أنه يجوز للكافر أن يدخل المساجد غير الحرم بإذن المسلم بقيود، أحدها أن لا يكون قد شرط عليه في عقد الذمة عدم الدخول، ثانيها أن يكون المسلم الذي أذن له مكلفا كامل الأهلية، ثالثها أن يكون دخوله لسماع القرآن أو علم ورجي إسلامه أو دخل لإصلاح بنيان ونحوه. الفصل السابع والعشرون، الأحداث والسرايا والبعوث بين غزوة تبوك والمرض والوفاء. المبحث الأول، حجة أبي بكر رضي الله عنه. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقوم على الحج في العام التاسع الهجري، فخرج في ذي الحجة إلى مكة ومعه 300 من الصحابة، ومعهم 20 بدنة، ومع أبي بكر 5 بدنات. وعندما فصل ركب الحجاج عن المدينة نزلت سورة براءة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بصدرها ليعلنها على الناس في يوم النحر بمنى، وقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. وعندما رأى أبو بكر علي قال له: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم مضيا. وكان رهط من الصحابة منهم أبو هريرة يساعد عليا في النداء بآيات براءة المطلوب تبليغها للناس، ويعلنون في الناس أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يدخل المسجد إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو أمده إلى 4 أشهر، فإذا مضت 4 الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج البيت بعد العام مشرك. وقد ذكر الإمام البغوي قول العلماء في سبب بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليقرأ صدر سورة براءة على الناس في الحج ويعلمهم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو أن العرب تعارفوا فيما بينهم في عقد العهود ونقضها ألا يتولى ذلك إلا سيدهم أو رجل من رهطه، فبعث عليا دفعا للعلة ولئلا يقولوا هذا خلاف ما نعرفه فينا في إلغاء العهد. المبحث الثاني، بعث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، كل منهما على جهة، وأوصاهما قائلا: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. وقال لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وعندما خرج معاذ خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه،
ومعاذ الراكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ جزعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا معاذ، للبكاء أوان، إن البكاء من الشيطان. ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، وبين له أنصبة الزكاة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد وإني لا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى اليمن، ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه. وكان من ضمن مهامه أن يقبض الخمس. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بما يريد قال علي: يا رسول الله، إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب، فإن الله تعالى سيثبت لسانك ويهدي قلبك. ثم أوصاه قائلا: إذا تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف ترى كيف تقضي. فقال علي: فما زلت بعد ذلك قاضيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: مر أصحاب خالد، من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. ومكث علي ومن معه باليمن إلى أن قدم حاجا إلى مكة، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وقد ضرب علي أروع الأمثلة في أداء الأمانة التي أنيطت به. ومن أمثلة ذلك أن أصحابه عندما طلبوا منه أن يركبوا ويريحوا على إبل الصدقة بحجة أن بإبلهم خللا وضعفا، أبى عليهم ذلك وقال: إنما لكم منها سهم كما للمسلمين. وعندما ذهب إلى الحج سأل أصحابه خليفته ما كان علي منعهم إياه، فوافق على ذلك. فلما جاء علي عرف أن الإبل قد ركبت، فذم خليفته ولامه. وعد بعض أصحاب علي ذلك منه غلظة وتضييقا، فشكاه أبو سعيد الخدري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المسلك من علي. فندم الخدري على شكواه وقال: والله لا أذكره بسوء أبدا، سرا ولا علانية. وعندما اشتكى الجند عليا بحجة اشتداده في معاملتهم قال: أيها الناس، لا تشكوا علي، فوالله إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل الله من أن يشكى. وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وفي رواية: فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وكان ذلك عندما استرجع علي حللا وزعها عليهم نائبه فاشتكوه. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة بغدير خم حين منصرفه من الحج. لقد نجح علي رضي الله عنه في المهمة التي لم ينجح فيها خالد رضي الله تعالى عنه. فقد أقام خالد 6 أشهر يدعو الناس إلى الإسلام فلم يجيبوه، وعندما قدم علي من اليمن ودعا همدان إلى الإسلام أجابوه جميعا. فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. المبحث الرابع: سرية جرير ابن عبد الله البجلي إلى ذي الخلصة. كان لخثعم وبجيلة بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة،
والكعبة اليمانية والكعبة الشامية. فعندما قدم جرير بن عبد الله البجلي في وفد قومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فشكى إليه جرير أنه لا يثبت على الخيل، فضرب صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فنفر جرير في 150 راكبا فكسروه وقتلوا من عنده. وأرسل جرير أبا أرطأة حسين بن ربيعة الأحمسي بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لهم عامة ولأحمس إخوتي بجيلة رهط جرير بصفة خاصة. فوائد من هذه السرية: واحد، إن في خبر هذه السرية ما يدل على مشروعية إزالة ما يفتن الناس من بناء وغيره. اثنان، ينبغي لأهل الخير أن يدعو بالثبات لمن لا يثبت على الخيل أو غيرها من وسائل الجهاد، مثل استخدام الصواريخ وما يشبهها من أدوات الحرب في زماننا هذا وغيره. ثلاثة، وفيه إشارة إلى فضيلة ركوب الخيل والثبات عليها، ويمكن أن يقاس على ذلك فضيلة ركوب الدبابة والطائرة وغيرهما من وسائل الحرب في زماننا هذا. أربعة، استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم، وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كثيرا، وكذلك الاستمالة بالدعاء والثناء والبشارة في الفتوح. المبحث الخامس، حجة الوداع. ذكروا أن الله تعالى فرض الحج في العام العاشر أو التاسع أو السادس وقبل الهجرة، وهو غريب، وجزم ابن القيم بأن فرضه كان في العام العاشر لقوة الأدلة على ذلك، وهو اللائق بهديه في عدم تأخير ما هو فرض، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع. ولم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة غير حجته التي كانت في العام العاشر، وعرفت هذه الحجة بحجة البلاغ وحجة الإسلام وحجة الوداع، لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها ولم يحج بعدها. وحجة البلاغ لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الناس شرع الله في الحج قولا وعملا، ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه. فلما بين لهم شريعة الحج ووضحه وشرحه، أنزل الله عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعندما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عزمه على الحج في العام العاشر، قدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وخرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، ووقعت له في مسيره هذا ورجوعه أحداث كثيرة، مكانها أبواب الحج من كتب فقه العبادات، وقد أفرد لها العلماء قديما وحديثا كتبا خاصة تناولوا ما جاء فيها من مناسك الحج وأحكامه ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة. ومن أشهر خطبه في هذه الحجة تلك الخطبة التي ألقاها في وسط أيام التشريق، ومما قاله فيها: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هليل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون،
قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال اللهم اشهد 3 مرات. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة خلال تلك الحجة: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تتحاورون من أعمالكم. فاحذروا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. إن كل مسلم أخو المسلم، المسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس. المبحث 6: أحكام ومبادئ وعبر من حجة الوداع. 1: أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعلم الناس منه كيفية أداء الركن 5 من أركان الإسلام الحج، بعد أن حرم التقاليد الجاهلية المتوارثة أيام الحج من تصدية وصفير وعري أثناء الطواف، وقضى على الأوثان وطهر البيت الحرام منها. 2: وأراد أن يلتقي في هذه الحجة بالمسلمين الذين تقاطروا إليه من كل حدب وصوب، يلخص لهم تعاليم الإسلام ونظامه في كلمات جامعة مختصرة، ويحملهم أمانة تبليغها إلى من لم تبلغه من البشر في كل أصقاع الدنيا في الحاضر والمستقبل، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويؤدي فريضة الحج ليبين للناس عمليا هذا الركن 5 من أركان الإسلام. ولذا فقد تضمنت خطبه صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة لكل أحكام الحج، وأوصى الأمة بأهم مبادئ الإسلام وأسسه. وأهم حديث وردت فيه أحكام حجة النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه فيها هو حديث جابر الذي رواه مسلم وقال عنه النووي، وهو حديث عظيم ومشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من إفراد مسلم لم يرويه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي عياض: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثر، وصنف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه. وقد لخص الألباني فقه حجة الوداع في 72 مسألة، ولأن الكتاب متيسر وحرصا منا على الاختصار فقد رأيت عدم نقلها عنه، وأكتفي بالإحالة إليه لتمام الفائدة والشرح والتعليق الذي زين به الشيخ كتابه المفيد المختصر وزيادة في تمام الفائدة. فقد ألحق الشيخ ذيلا سرد فيه بدع الناس في الحج وزيارة المدينة المنورة وبيت المقدس، لأن كثيرا من الناس لا يعرفونه فيقع فيها، وعد منها 75 بدعة. ومن الكتب الهامة في فقه حجة الوداع كتاب زاد المعاد، وزاده فائدة تحقيق العالمين الجليلين شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. أما أهم وأبرز المبادئ التي أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصى أمته بها فهي: 1: الإعلان عن حقوق المسلم وأنه محرم الدم والمال والعرض. 2: الإعلام عن تحريم الظلم والربا وكل عادات الجاهلية الضارة. 3: الإعلام عن حقوق النساء والأمر بالاعتراف بها وأدائها، وكذلك حقوق الزوج على زوجته. 4: تحريم الوصية للوارث وتقرير قانون التوارث كما ذكر في القرآن الكريم. 5: حرمة التبني والانتساب لغير الأب أو تولي غير الموالي رغبة عنهم. 6: تقدير أن الولد ينسب إلى من ولد على فراشه، وأن العاهر لا حق له فيه، وإنما له الرجم بالحجارة إذا اعترف بالزنا. 7: أخبرهم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى وطلب ممن كانت عنده أمانة فليؤدها
إلى من ائتمنه عليها. ثمانية، حذر من الكذب عليه فقال: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. تسعة، وأوصاهم بالاعتصام بالكتاب والسنة فقال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وسنة نبيه. عشرة، وأوصاهم بأن المؤمنين إخوة، وأنه لا يحل لامرئ مسلم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. حادي عشر، أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر مهما كان جنسهم أو لونهم أو وضعهم الاجتماعي ما داموا يقيمون فيهم كتاب الله عز وجل. ثاني عشر، قرر أن التفاضل بين الناس يكون بالتقوى وليس بأي اعتبار آخر. ثالث عشر، الوصية بالأرقاء. رابع عشر، وأوصاهم بأن ثلاثا لا يغل عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. المبحث السابع، سرية أسامة بن زيد إلى الشام. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في أواخر ذي الحجة من العام العاشر، وفي أواخر صفر من العام الحادي عشر ندب الناس لغزو الروم بالبلقاء وفلسطين، وفيهم كبار المهاجرين والأنصار. ودعا صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأمره على هذا الجيش، فطعن بعض الناس في إمارته، فقام صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي بعده. وكان سبب طعن بعض الناس في إمارة أسامة لكونه صغير السن، إذ كان ابن 18 سنة، ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البدء بتجهيز هذا الجيش بيومين، ولذا لم يتحرك هذا الجيش، وظل معسكرا بالجرف، ورجع إلى المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أنفذه أبو بكر رضي الله عنه عندما استخلف، وكانت عدته 3000. عظات وعبر. واحد، بيان فضل أسامة بن زيد وأبيه زيد ومكانتهما عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا صغر السن ولا الرق القديم الذي وقع على أبيه زيد منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يجعله أميرا على جيش فيه عامة الصحابة في غزوة كبرى، وهكذا حطمت شريعة الإسلام قيم الجاهلية ومقاييسها التي كانوا يتفاضلون بها. الوجه الثاني يبدأ حالا. الفصل 22، المرض والوفاة. اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع في ليال بقين من صفر، أو في أول شهر ربيع الأول من العام الحادي عشر الهجري، وطلب يومئذ من مولاه أبي مويهبة أن يصحبه في جوف الليل إلى البقية، لأنه أمر أن يستغفر لأهل البقية. وعندما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، يهنى لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل على أبي مويهبة قائلا: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقال أبي مويهبة: بأبي أنت وأمي، خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع، ثم انصرف إلى بيت عائشة، وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه، حتى اشتد به وجعه في بيت ميمونة، فدعا نساءه فاستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها.
واستغرق مرضه 10 أيام، ثم توفاه الله يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول، وقد تم له من العمر 63 عاما. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذتين والأدعية الكثيرة التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنفث بذلك على نفسه وتمسحه بيده رجاء البركة. ويوم زادت درجة حرارة جسمه طلب أن يصب عليه 7 قرب من ماء حتى يخرج للناس فيعهد إليهم، ففعلوا حتى طفق يقول حسبكم حسبكم. وعند ذلك أحس بخفة فعصب رأسه، ثم قام فدخل المسجد وجلس على المنبر وخطب الناس قائلا: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية: قاتل الله اليهود والنصارى. وقال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وكانت هذه الوصية الخاصة بعدم اتخاذ القبور مساجد قبل أن يموت بـ5. وعرض نفسه للقصاص قائلا: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. ثم نزل فصلى الظهر، ثم عاد لمنبره لمواصلة حديثه في الحقوق وغيرها. فقال رجل: إن لي عندك 3 دراهم. فقال: أعطه يا فضل. وقال آخر: إنه غل 3 دراهم. فقال: خذها يا فضل. ثم أوصى الناس بالأنصار قائلا: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وقال في رواية أخرى: إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ثم قال في آخر خطبة له: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. قال الراوي: فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فعجبوا لبكائه، فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمهم بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا أبا بكر، إن آمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وعندما حضرته الوفاة واشتد به الوجع، وذلك يوم الخميس قبل الوفاة بـ4 أيام، قال للصحابة الذين كانوا حوله بالمنزل وفيهم عمر: هلموا أكتب إليكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر: قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبكم كتاب الله. فاختلفوا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. وأوصى في ذلك اليوم بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم. ونسي الراوي الوصية 3، ولعلها عامة وصيته حين حضره الموت، وهي: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وفي لفظ: الله الله، الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان يتكلم بها وما يكاد يفيض. وقبل الوفاة بـ3 أوصى قائلا: أحسن الظن بالله عز وجل. ثم أخذ يثقله المرض ويمنعه من الخروج للصلاة بالناس، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف أي رقيق، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة:
قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. ولما لم يكن أبو بكر موجودا في تلك اللحظات دعا عبد الله بن زمعة عمر ليصلي بالناس. فعندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم صوته قال يأبى الله ذلك والمسلمون مرتين، فبعث إلى أبي بكر فجاء فصلى بالناس. وظل أبو بكر يصلي بالناس تلك الأيام، وفي أحدها وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، وعندما رآه أراد أن يتأخر فأومأ إليه ألا يتأخر فأجلسه بجانبه، فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وقبل يوم من وفاته أعتق غلمانة وتصدق بدنانير ما بين 9 و7 كانت عنده، وقال لا نورث ما تركنا صدقة. وفي رواية لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. ولذا لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. واستعارت عائشة رضي الله عنها في الليل الزيت للمصباح من جارتها، وكانت درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير، ولعل باقي هذه 30 صاعا هو ما ذكرته عائشة رضي الله عنها في قولها لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فأكلته ففني. ولم تشر الروايات إلى ما تبقى من 30 صاعا في بيوت زوجاته الأخريات. وكانت الأشياء مثل البغلة والحربة والكسوة والسلاح والسرير وقفا يتجمل به الأئمة المسلمون بعده ويتبركون به كما كان يتجمل به، وكان ذلك في أيدي الأئمة واحدا بعد واحد. وفي اليوم الذي مات فيه فاجأ الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بكشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم يصلون الصبح ثم تبسم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. وعند الضحى دعا إليه ابنته فاطمة فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسئلت عن ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقالت سار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه أي يلحقه فضحكت. وفي رواية أن سبب ضحكها كان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لها يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة. والحديث دليل من دلائل نبوته، لأن فاطمة رضي الله عنها كانت أول الناس لحوقا به عليه السلام من أهله. ولما رأت فاطمة ما بأبيها من الوجع الشديد قالت وكرب أبتاه، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وكان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة ماء يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. وبعد هذا ثقل عليه المرض فأصبح لا يتكلم. ولذا فعندما دخل عليه أسامة بن زيد رضي الله عنه دعا له بالإشارة، ويبدو أن ذلك كان الوقت الذي لدوه فيه أي جعلوا في جانب فمه
دواء بغير اختياره، وهو يشير إليهم بألا يفعلوا ذلك، وهم يظنون أن ذلك كان منه كراهية المريض للدواء، ولكنه كان ينفي عنه تهمة الإصابة بمرض ذات الجنب الذي ظنوه به، وهو نوعان: أحدهما ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن، وهو المنفي عنه هنا، وثانيهما ريح محتقن بين الأضلاع. وقد روى أبو يعلى بسند فيه ابن لهيعة من وجه آخر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات من ذات الجنب، ويمكن الجمع بين الحديثين بأن الجنب المعنية هنا هي الريح المحتضنة بين الأضلاع. ثم بدأت اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، فبينما كان في حجر عائشة دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلمت عائشة أنه يريد السواك، فتناولته ولينته له فاستاك به، وعندما فرغ منه رفع يده وإصبعه وشخص ببصره نحو السقف وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، كررها ثلاثا، وكان هذا آخر ما تكلم به، ثم مالت يده ولحق بالرفيق الأعلى. وكان ذلك حين اشتد الضحى أو في منتصف النهار، فقالت فاطمة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل منعاه. ولم يصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبأ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فمكث عن قومه 40 ليلة، والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم، يزعمون أو قالوا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وجاء أبو بكر من الصنح فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبله وبكى وقال: بأبي أنت وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتب عليك فقد متها. ثم خرج إلى الناس وهم بين منكر ومصدق لهول الأمر، فرأى عمر وهو يكلم الناس منكرا موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يجلس فأبى، فأقبل الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر، فحدثهم أبو بكر قائلا: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهدأ الناس وكأنهم لم يسمعوا الآية من قبل، وقعد عمر على الأرض لا تحمله رجلاه لما علم بموت الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الثلاثاء، وهو اليوم التالي لوفاته صلى الله عليه وسلم، غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، غسله العباس وعلي والفضل وقثم ابن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة وأوس بن خولي، ثم كفنوه في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، ثم حفروا له قبرا في حجرة عائشة، وصلى عليه الناس أرسالا أرسالا، يدخلون من باب فيصلون عليه، ثم يخرجون من الباب الآخر لا يؤمهم أحد. وقيل صلى عليه أولا بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم الناس حتى فرغوا، ثم النساء، ثم الصبيان، ثم العبيد، ثم دفنوه في ليلة الأربعاء: إنا لله وإنا إليه راجعون،
إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يملك المرء المسلم إلا أن يبكي مع حسان وهو ينشد: فبكي رسول الله يا عين عبرة، ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد، وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد. فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد. وما فقد الماضون مثل محمد، ولا مثله حتى القيامة يفقد. عظات وعبر وأحكام ووصايا. كفى بالموت عظة وعبرة. لقد شاء الله تعالى أن يكون الموت نهاية كل إنسان مهما طال عمره ومهما كان موقعه من الحياة، وتلك سنة الحياة كما عبر عنها القرآن الكريم في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنك ميت وإنهم ميتون. فها هو محمد بن عبد الله خير البشر يموت بعد أن عانى من سكرات الموت وآلام المرض. وإذا وعى الناس هذه الحقيقة استشعروا معنى العبودية والتوحيد، وخضعوا لله الواحد القهار، واستعدوا للموت بالإكثار من العمل الصالح وطاعة الله وإخلاص العبادة له في كل مجال من مجالات الحياة، لا سيما عبادة الله في تحكيم شرعه والجهاد في سبيل ذلك، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن الله تعالى الذي خلق البشر خبير بما يصلحهم في الدنيا والآخرة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. 2- مشروعية الرقية التعويذ، ما ثبت في ذلك في الصحيحين، وقد نقل النووي وابن حجر وغيرهما الإجماع على مشروعية الرقى عند اجتماع 3 شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وأن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. 3- بيان فضل أبي بكر الصديق عندما أصر الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يؤم الناس. 4- النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 5- لقد تضمن ما سقناه من أحاديث في خبر مرض وفاته صلى الله عليه وسلم دروسا وعظات وعبرا وأحكاما يستطيع المرء أن يستنبطها بيسر. 29: أمهات المؤمنين. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، دخل 13 منهن، واجتمع عنده منهن 11، وقبض عن 9. فأما 2 منهن فأفسدتهما النساء فطلقهما، وذاك أن النساء قلن لإحداهما: إذا دنا منك فتمنعي، فتمنعت فطلقها. وأما الأخرى فلما مات إبراهيم قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فطلقها. منهن 5 من قريش: عائشة وحفصة وأم سلمة وسودة وأم حبيبة. ومن غير قريش: ميمونة الهلالية وجويرية الخزاعية وزينب بنت جحش الأسدية وصفية الخيبرية. وهؤلاء 9 هن اللاتي قبض عنهن، وقد سبق الكلام عن زواجه من خديجة رضي الله عنها، وسأتناول هنا بإيجاز
قصة زواجه من الثمان الباقيات ومن تسرى بهم. اثنان، سودة بنت زمعة ابن قيس، كانت من المؤمنات المهاجرات في سبيل الله، فقد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها السكران بن عمرو ابن عم أبيها، فأغضب ذلك أهلها. وعندما عادت مع زوجها من هجرتها توفي زوجها السكران، وقيل توفي عنها في الحبشة، وتركها من غير عائل، فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبطش بها قومها، وكانوا أشداء وأعداء ألداء للإسلام، وأراد أن يجزيها على إسلامها ومصابها خيرا، فلم يجد غير أن يتزوجها في رمضان سنة 10 من النبوة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بلا خلاف، والراجح زواجه بها في شوال بعد عائشة. وعندما طعنت في السن خشيت أن يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم، وحرصت على أن تحشر في أزواجه، ولذا وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. وروي أن الآية الكريمة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، نزلت في هذا السبب. وكانت بدينة الجسم ثقيلة الحركة، قالت ذات يوم للرسول صلى الله عليه وسلم: صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولها. ولثقلها وكبرها أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم ولمن في حالها أن يدفعوا ليلة مزدلفة قبل الناس. ثلاثة، عائشة بنت أبي بكر، كانت لأبي بكر رضي الله عنه مكانة عظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان له من مواقف في سبيل الله في أدق اللحظات وأحرجها من مسيرة الدعوة، فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرم صاحبه الوفي الأمين ويوثق عرى المحبة بينه وبين أخيه في الإسلام أبي بكر، وذلك برباط المصاهرة، فتزوج من ابنته عائشة. وكانت عائشة رضي الله عنها صغيرة السن عندما عقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في شوال من السنة العاشرة للبعثة النبوية، ولم يدخل بها إلا في شوال من السنة الثانية للهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل الهجرة وأنا بنت ست، وأدخلت عليه وأنا ابنة 9 سنين. وفي رواية أنه تزوجها وهي ابنة 7. ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ورؤيا الأنبياء حق أن رجلا يحملها إليه في قطات من جيد الحرير فيقول: هذه امرأتك، فيكشف فاراها فيقول: إن كان هذا من عند الله يمضه. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها. ومن يقف على سيرة هذه السيدة العظمى تأخذه الدهشة لذكائها وفطنتها وغزارة علمها وفقهها وسمو أخلاقها، وسيعلم حينها لماذا كانت بتلك المكانة الكبيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الشريط 21 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية، وله بقية على الشريط 22. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 22 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية. نتابع القراءة في الفصل 29 عن أمهات المؤمنين، ونبدأ مع حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. لقد توفي عنها زوجها خنيس ابن حذافة السهمي المهاجري البدري صاحب الهجرتين الحبشة والمدينة، إذ أصابته جراحة يوم أحد فمات منها، وروي أنه توفي بعد بدر. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحكمة ذاتها التي تزوج من أجلها عائشة وسودة رضي الله عنهما، إضافة إلى حزنه الشديد على زوجها المجاهد،
وحزن عمر لحزنها، فعرض زواجها على حبيبيه أبي بكر وعثمان لعل في الاقتران بهما مواساة لها وإخراجها من أحزانها. فاعتذر عثمان بحجة عدم حاجته في النساء، وسكت أبو بكر. ولذا وجد عمر في نفسه عليه أكثر مما وجد على عثمان، وما لبث ليالي حتى خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقيه أبو بكر وأوضح له سبب سكوته، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ذكرها، فكره إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشعر بما تعانيه حفصة من تأيم، فأراد أن يواسيها ويواسي أباها لمكانته عنده. وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلقها ثم راجعها، ودخل عليها عمر وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك. إن النبي صلى الله عليه وسلم طلقك وراجعك من أجلي، والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا كلمتك كلمة أبدا. وعندما طلقها الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام فقال له: راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وفي هذه الأحاديث ما يكفي للدلالة على حكمة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من حفصة. 5. زينب بنت خزيمة الهلالية. كانت زوجة للطفيل بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، فطلقها، وقيل كانت عند جهم بن عمرو بن الحارث، فتزوجها بعده عبيدة بن الحارث فقتل ببدر شهيدا، وقيل كانت تحت عبد الله بن جحش وقتل عنها يوم أحد شهيدا، وكانت تدعى أم المساكين في الجاهلية لرحمتها إياهم ورقتها عليهم. فقد روى الزبير بن بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تزوجها أولم عليها جزورا، فكثر المساكين فتركهم الناس والطعام، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها لأمها هند بنت عوف بن الحارث بن حماطة الحميرية. إن امرأة تعاقب عليها هذا العدد من الأزواج منهم شهيدان، وما عرف عنها من الصلاح والرأفة على المساكين، لجديرة بأن تحظى بعطف الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديره لظروفها، ولم يكن هناك أفضل من تكريمه لها بالزواج منها. فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان على رأس 31 شهرا من الهجرة، فمكثت عنده 8 أشهر، وتوفيت في آخر شهر ربيع الأول على رأس 39 شهرا من الهجرة، ولم يمت من أزواجه في حياته غيرها وغير خديجة بنت خويلد. وقيل إن عمره كان نحو 30 عاما عندما توفيت، ويستبعد ذلك لأن امرأة كانت تدعى في الجاهلية بأم المساكين ثم عاشت في الإسلام 15 سنة، لا بد أن يكون عمرها عندما ماتت أكثر من ذلك بكثير. وقد ذكر الصواف أنها بلغت 60 من العمر عندما تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يبين لنا مصدره، ولو ثبت ذلك لكان هو الأقرب إلى الصواب، والله أعلم. ولم تهتم المصادر بسيرتها في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما علاقتها بزوجاته سودة وعائشة وحفصة،
مما يدل على أنه لم يكن بها ما يدعو لغيرة النساء عليها، فلم يأبه بها أحد ولم تأبه بأحد، ولعل قصر مدة إقامتها في بيت النبوة كان سببا في ذلك. 6. أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية. لقد حفظ التاريخ لهذه السيدة ذكرا مجيدا، إذ كانت من شهيرات المؤمنات العاملات وراء صفوف المجاهدين في غزوة أحد كما ذكرنا، وكان لها رأي سديد كما ذكرنا في قصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. ومن أبرز مجاهداتها أنها هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخيه من الرضاعة. وكان لزوجها بلاء حسن يوم أحد حتى جرح جرحا كبيرا اندمل بعد فترة ثم عاوده واشتد عليه ألمه، وكان سببا في وفاته كما ذكرنا. لقد مات رضي الله عنه وخلف وراءه أربعة من الأولاد، هم زينب وسلمة وعمر ودرة، وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على مواساتها عمليا بأن يكرمها بضمها إلى نسائه والقيام بأمرها، لأنها من المهاجرات ولم يكن لها أهل بالمدينة غير أبنائها. وروي عنها أنها قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به، قال: لا تصيب أحدا من المسلمين مصيبة، فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، ثم رجعت إلى نفسي قلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذنت له، فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله، ما بي ألا تكون بك الرغبة في، ولكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل منك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه لما انقضت عدتها من أبي سلمة خطبها أبو بكر فردته، ثم خطبها عمر فردته، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة غيرا، وإني مصبية، وليس أحد من أوليائي حاضرا. فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قولك إني مصبية فإن الله يكفيك صبيانك، وأما قولك إني غيرا فسأدعو الله أن يذهب غيرتك، وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضاني. فقالت: يا عمر، قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بها في شوال سنة 4. 7. جويرية بنت الحارث. لقد سبق الكلام عن قصة زواجها في غزوة بني المصطلق. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم إكرام هذا الصنف من النساء الأسيرات، فسوى بينهن وبين الحرائر، وضرب للناس أصدق الأمثال على سماحة الإسلام، فأزال من الأذهان
ما كان قد علق بها من احتقار للإناء واتخاذهن فقط للبيع أو للخدمة. وقد حرمنا من نعمة العتق إلا بالمكاتبة وشراء أنفسهن من مالكهن. فتعلم المسلمون من هذه الزيجة كيفية صيانة سيدات الأسر الكريمة بين قومها ورحمة عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر. وقد زخر التاريخ الإسلامي بعد هذا بالسبايا اللائي تزوجهن أسيادهن من الخلفاء والأمراء والسادة والكبراء، وأنجبن الخلفاء والأمراء والقادة العظماء والعلماء. وتأمل في ذلك تاريخ خلفاء بني العباس. ومن أمثلة المراجع في هذا الجانب زكريا كتابجي الترك في مؤلفات الجاحظ. انتهى. ثمانية، زينب بنت جحش. هي ابنة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أميمة، وقد زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة الذي اعتقه وتبناه إلى أن أبطل الله عادة التبني. ونزل في قصة زواجها من زيد رضي الله عنه ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فقد روى البخاري أن زيدا جاء يشكو زوجته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قالت عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. لقد كان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها لهلال ذي القعدة من العام الخامس الهجري، وهي بنت 35، لحكمة وهي إبطال عادة التبني كما هو واضح من آية سورة الأحزاب المذكورة. وخلاصة ما ورد في تفسير هذه الآية أن الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته، والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه. وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني، وليس أبلغ في إبطاله من تزوج امرأة الذي يدعى ابنا ووقوع ذلك أمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم. هذا الذي ذكرناه من الصحيح يغنينا عن مناقشة الروايات الكثيرة الساقطة التي نسجت حول قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، لا سيما روايات الواقدي، وكانت مرتعا خصما لأهل الأهواء في القديم والحديث من زنادقة ومستشرقين ومن على شاكلتهم. تعليق: والواقدي متروك مع سعة علمه. انتهى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. الآية الخامسة من سورة الأحزاب. انظر الألباني في صحيح الترمذي وصححه. تسعة، ريحانة بنت زيد بن عمرو ابن خنافة. قيل: ومن أزواجه ريحانة بنت عمرو النضرية، وقيل القرضية، سبيت يوم غزوة بني قريظة
فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فأعتقها وتزوجها، ثم طلقها تطليقة ثم راجعها. وقال طائفة بل كانت أمته وكان يطأها بملك اليمين فهي معدودة عندهم في السراري، واختلفوا في تاريخ وفاتها هل كان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أم بعده، ولم يرجحوا قولا على آخر. والذي نميل إليه أنها ماتت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوة أسانيد القائلين بهذا، وهو ما جزم به ابن عبد البر. حاشية: قال ابن عبد البر في الاستيعاب في الجزء الرابع الصفحة العاشرة بعد 300، ويقال كانت وفاتها 10 مرجعه من حجة الوداع. قاله ابن سعد في الجزء الثامن الصفحة 300 من طريق الواقدي، وابن بكار منتخب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحة 56 بإسناد ضعيف جدا. انتهت الحاشية. 10 أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب. هاجرت أم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي إلى الحبشة، ولما تنصر زوجها فارقها. وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بارتداد زوجها وثباتها على الإسلام أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها له، فزوجها إياه بصفته وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوكلت هي خالد بن سعيد ابن العاص ابن عم أبيها، وبعث بها النجاشي إلى المدينة مع شرحبيل ابن حسنة، وكان مهرها وجهازها من عند النجاشي، وكان ذلك 7، وكان لها 30 سنة. ولدت لابن جحش ابنته حبيبة، قيل بالحبشة وقيل بمكة. وحكمة هذا الزواج لا تخفى على أحد يعلم ثبات هذه السيدة على دينها عندما ارتد زوجها بالحبشة، وموقف والدها من الدعوة الإسلامية وقيادته لكل حروب قريش ضد المسلمين ما عدا غزوة بدر، لأنه كان صاحب القافلة التي جعلها الله سببا في تلك الغزوة. ففي زواجه منها مواساة لها في مصيبتها في زوجها وغربتها، وقطع الطريق أمام شماتة الأعداء، وفيه تخفيف من غلواء عداوة قومها بني أمية للإسلام ونبي الإسلام. وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك كما هو واضح من موقفه من أبي سفيان يوم فتح مكة وعند تقسيم غنائم حنين وغيرها من المواقف، إلى أن هداهم الله إلى الإسلام فأصبحوا قوة وعزة ونصرة للإسلام في مستقبل أيامه. 11 صفية بنت حيي بن أخطب النضيرية. عندما افتتح المسلمون خيبر سبيت النساء ومنهن صفية، فاشتراها الرسول صلى الله عليه وسلم من دحية حيث وقعت في سهمه، فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، ودخل عليها في طريق العودة إلى المدينة، وتطوع لحراسته في تلك الليلة أبو أيوب الأنصاري خوفا منه على الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغدر به. ولكن اتضح أنه لم يكن في قلبها يوم ذاك أي حقد على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم من أول وهلة يوم اصطفاها له أصحابه يوم خيبر أو يوم اشتراها من دحية. ومن أدلة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يدخل عليها وهم على بعد 6 أميال من خيبر أبت عليه، وعندما وصل إلى الصحباء على بعد بريد من خيبر وافقت. فسألها عن سبب الامتناع في المرة الأولى فقالت خشيت عليك من قرب اليهود، فزادها ذلك عنده محبة. وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يزل أبوك من أشد يهود
لي عداوة حتى قتله الله. فقالت: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه العزيز: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك. فقالت: يا رسول الله، لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني، حيث صرت إلى رحلك، وما لي في اليهودية أرب، وما لي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. كانت أمها إحدى نساء بني قينقاع، فتزوجها سلام بن مشكم النضيري، ثم فارقها فتزوجها كنانة بن أبي الحقيق، فقتل يوم خيبر، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا أباها بحرف مما تكره. لقد كان في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها ذات الحكمة من زواجه من جويرية، فهي ابنة زعيم من زعماء اليهود، مات هو وزوجها وأخوها في صراعهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لا بد من إكرامها لمكانها عند اليهود. ودل هذا الزواج على أن تهمة العنصرية ضد اليهود لم تكن واردة في قاموس الرسول صلى الله عليه وسلم السياسي والاجتماعي. وليفهم اليهود أن قضيتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين ليست قضية عنصرية كما أشاعوا. عاشت صفية رضي الله عنها في بيت النبوة معززة مكرمة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلقنها الحجج عندما يقع بينها وبين بعض بقية نسائه ما يقع بين الضرائر. فقد أخرج الترمذي من طريق أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت لي حفصة: إني ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة. وهجر الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش 3 شهور لأنها عيرت صفية باليهودية. ولما رفع الرسول صلى الله عليه وسلم عنها الهجران أهدته جارية لها فرحا بهذا العفو وندما على تلك الزلة. وكان ذلك في حجة الوداع كما يفهم من سياق القصة في هذا الحديث الصحيح وفي غيره من الأحاديث. 12 ميمونة بنت الحارث الهلالية. تكلمنا عن قصة زواجها عند الحديث عن عمرة القضاء، وما يمكن إضافته هنا هو أن مما رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج منها ما عرفه عنها من الصلاح والتقوى. فقد قالت عائشة عنها: أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن أخواتها: الأخوات مؤمنات، ميمونة وأم الفضل وأسماء. وكان عمه العباس حريصا على أن يقترن الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فقد قال له: يا رسول الله، تأيمت ميمونة بنت الحارث، هل لك في أن تتزوجها؟ ولا شك أن العباس رضي الله عنه كان من أعرف الناس بها لأنها أخت زوجه أم الفضل، وامرأة هذا شأنها لجديرة بأن يضمها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت النبوة مواساة لها في فقدها زوجها، واعترافا منه بفضلها وتحبيبا لقومها في الإسلام. 13
لم يتسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير مارية القبطية أم ولده إبراهيم وجارية أخرى أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. حاشية: انظر ابن كثير في أمر الجارية الأخرى البداية والنهاية في الجزء الخامس صفحة 44 و300، وأحمد في الفتح الرباني في الجزء 22 في الصفحة 48 بعد 100، وابن القيم في زاد المعاد في الجزء الأول في الصفحة 14 بعد 100، ولم يذكر مصادرهم. وقد ذكرنا ذلك، أي قصة الجارية التي وهبتها زينب بنت جحش للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناه في قصة صفية وتعيير زينب لها باليهودية من حديث أحمد بإسناد جيد. انتهت الحاشية. نقول: لم يتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير مارية والجارية الأخرى والجارية التي وهبتها زينب وريحانة بنت زيد التي اختلف في أمرها، والراجح أنه كان يطأها بملك اليمين. وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن مارية عندما ولدت له إبراهيم: أعتقها ولدها. ولو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون له آلاف الجوار والسراري لم انتقص من حقه في مجتمع كان لا يرى بأسا من التعدد في الزوجات واتخاذ السراري متى ما تيسر له ذلك ماديا وجسديا. وما سمعنا أن اليهود والنصارى قد جعلوا من كثرة زوجات وسراري سليمان عليه السلام قضية، كما فعلوا مع تعدد الزوجات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الغرض الباطل هو المحرك لهذه القضية في زماننا هذا. فضلا، اقلب الشريط لنقرأ معا حكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني يبدأ حالا. نبدأ هذا الوجه بالقراءة في حكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخلاصة القول: إن أمهات المؤمنين اللائي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا معلمات ومفتيات لنساء الأمة الإسلامية ورجالها في القضايا النسائية والأحكام الشرعية والآداب الزوجية والحكم النبوية، وكنا قدوة صالحة في الخير والبر والإحسان، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في حسن الخلق وطيب العشرة مع نسائه، فقد عاشرهن بالمعروف وعدل بينهن وعلمهن الأحكام الشرعية الخاصة بالنساء. وسياسة النبي صلى الله عليه وسلم في تعدد الزوجات هي السياسة الرشيدة التي اقتضتها ظروف الدعوة الإسلامية في ذلك الوقت. ومن الصعب أن تقوم زوجة واحدة بمهام تبليغ تلك الأحكام إلى الناس، ولم يكن هناك ما يغريهن بالبقاء في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم سوى هذه المهمة الجليلة، لأن الأخبار قد تواترت لتقطع بأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كن يعشن في شظف من العيش إلى الحد الذي طالبنه فيه بزيادة النفقة عليهن، فخيرهن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الطلاق وبين قبول هذه المعيشة الصعبة معه، وذلك في قصة طويلة وثابتة بنص القرآن، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة
فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ويلحظ أن من بين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم الصغيرة التي ما تزال تلعب مع أترابها بلعب الأطفال، والمسنة، وابنة عدو اللدود، وابنة صديق حميم، ومنهن من كانت تشغل نفسها بتربية الأيتام، ومنهن من تميزت على غيرها بكثرة الصيام والقيام. إنهن نماذج لأفراد الإنسانية، ومن خلالهن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين تشريعا فريدا في كيفية التعامل السليم مع كل نموذج من هذه النماذج البشرية. وعندما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن أمر العداء قاصرا على قريش، بل تعدها إلى غيرها من قبائل العرب، فاقتضت الحكمة أن يجمل الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أطراف هذا العداء، وذلك بالإصهار إلى قبائل شتى، لأن أعراف العرب كانت تقضي بأن يحمي أهل المرأة زوج امرأتهم كما تفيد ذلك لغتهم، إذ يسمون أنفسهم بالأحماء من الحماية. ولما كانت هذه المصلحة يمكن أن تستغل استغلالا سيئا، نظرا لأن الأمور الجنسية تتبعها النفوس اللاهثة، فقد جعل الله تعالى ذلك التعدد بتلك الكيفية خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدد عدد الزوجات لغيره بأربع زوجات كحد أقصى. حاشية: انظر الدكتور محمد رواس قلعهجي، قراءة جديدة للسيرة النبوية، الطبعة الثانية، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع، الكويت، سنة 84 و900 ألف ميلادية، الصفحات 34 و35. الفصل 30: بعض شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد تميز الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات خلقية وأخلاقية كثيرة، وأريد هنا أن أقف عند بعض صفاته الأخلاقية لحاجة الناس الماسة في كل زمان ومكان لمعرفة هذه الصفات والاقتداء بها. ولما كانت صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الأخلاقية انعكاسا لما في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم من قيم ومبادئ، كان لابد لكل مسلم أن يلم بها ويتحلى بمحاسنها. ومن أبرز هذه الصفات أو الشمائل: 1- التقشف في الطعام. قال أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. حاشية: أخرجه الترمذي في الشمائل. وقال الألباني في مختصر الشمائل المحمدية في الصفحة 84: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان في الموارد برقم 33 و500 بعد 2000، وأحمد في المسند في الجزء الثالث الصفحة 70 بعد 200، وابن سعد في الجزء الأول الصفحة 400 بعد 400، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحة 78 بعد 200. ومعنى على ضفف أي عندما ينزل عليه الضيوف فيشبع حينئذ لضرورة الإيناس والمجاملة. انتهى. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عنها: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض.
وهناك روايات أخرى عند مسلم وأبي الشيخ والترمذي بهذا المعنى. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وذكرت عائشة أنه كان يأتيها فيقول: أعندك غداء؟ فتقول: لا، فيقول: إني صائم. 2. التقشف في الفراش. قالت عائشة رضي الله عنها: إنما كان فراش الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدمن حشوه ليف. 3. تواضعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وعن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. حاشية: مسلم في الجزء الرابع برقم 13800 بعد الألف. الألباني والدعاس، مختصر شمائل الترمذي في الصفحة 76%. انتهى. وكانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السخنة، أي الدهن الجامد المتغير الرائحة من طول المكث، فيجيب. ويقال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وعلى الرغم من أنه لم يكن شخص أحب إلى الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في الثناء على التواضع وذم الاستكبار: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. وقال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والكبرياء من صفات الله عز وجل، ولذا حرم الله ذلك على المؤمنين. وفي ذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، أي الله عز وجل، فمن ينازعني عذبته. وكان صلى الله عليه وسلم لا يستكبر عن خدمة أهله. 4. خلقه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم، يتألفهم بذلك. خدمه أنس رضي الله عنه 10 سنين، فما قال له أف قط، وما قال له لشيء صنعه لما صنعته، ولا لشيء تركه لما تركته. وما كان فاحشا ولا متفحشا، ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ويقول: خياركم أحسنكم أخلاقا. وقال لعائشة رضي الله عنها: إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. ونهى عن اللعن فقال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وقال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وعندما قيل له: ادعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. حاشية: مسلم في الجزء الرابع برقم 7 بعد 2000. وفي باب النهي عن اللعن أحاديث أخرى انتقينا منها ما ذكرناه، فانظرها إذا أردت الاستقصاء. انتهى.
وأما من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان ذلك له زكاة وأجرا ورحمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شارط ربه على ذلك كما في الحديث: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. حاشية: روى مسلم 10 أحاديث في هذا الباب، فانظرها فيه في الجزء الرابع برقم 7000 بعد 200 و10000 بعد 1000، وما ذكرته هنا هو أول حديث منها. انتهى. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، ومن انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قط فقال لا. حاشية: البخاري الفتح الجزء 25 الصفحة 23 بعد 200، ومسلم الجزء 4 الصفحة 13 بعد 800 والألف، الألباني والدعاس مختصر الشمائل في الصفحة 83 بعد 100، وإسناده صحيح، وأبو داود في كتاب الأدب برقم 85 و700 و4000. انتهى. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له عمير، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به. فمات، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجده حزينا لموته فقال ما قال. حاشية: البخاري الفتح الجزء 22 الصفحة 95 بعد 300. والنغير طائر معروف يشبه العصفور، وقيل هو فرق العصافير، وقيل نوع من الحمر، والراجح أنه طائر أحمر المنقار. انتهت الحاشية. 5. شجاعته. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة علي في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. وقال عن الفرس: وجدناه بحرا، أو إنه لبحر. قال الراوي: وكان فرسا يبطئ. حاشية: مسلم الجزء 4 صفحة 200 بعد 800 والألف، البخاري في الفتح الجزء 12 صفحة 22 إلى آخره مختصرا. وقال علي رضي الله عنه: لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس ما كان، أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه. وعنه من طريق ثان قال: رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس بأسا. وقد رأيت موقفه يوم بدر وأحد وحنين حين امتحن الله المسلمين، أي رأيت ذلك أيها القارئ. 6. حياؤه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وروى ابن عمر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حاشية: هذه الأحاديث السالفة جاءت في البخاري في الفتح في الجزء 22 في صفحة 14 بعد 300 وغيره، وكذا في الصفحة 22 و300 و23 و300 و25 و300. انتهت الحاشية. أما الحق فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحي منه، لأن ذلك من التفقه في الدين. فقد روت أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. حاشية: البخاري في الفتح في الجزء 22 في الصفحة 25 بعد 300. انتهى. 7. التيسير والرفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهرقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال في الرفق: من يحرم الرفق يحرم الخير، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه، وإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. حاشية: انظر لهذه الأحاديث، البخاري في الفتح في الجزء 22 الصفحة 25 بعد 300، البخاري في الفتح الجزء 22 الصفحة 26 بعد 300، وانظر البخاري في الفتح الصفحة 22 بل الجزء 22 الصفحة 28 بعد 300، ومسلم في الجزء الرابع في الصفحة 3 بعد 2000، وكذلك في سورة الشورى الآية 37، وانظر تفسيرها عند ابن كثير في التفسير في الصفحة 97 بعد 100 في الجزء 7، وذلك في قوله عز من قائل: سبحانه، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. انتهت الحاشية. 8. الحذر من الغضب. إن من أوصاف المؤمنين وسجاياهم الصفح والعفو عن الناس وعدم الانتقام عند الغضب، وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعندما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، ورددها مرارا. 9. الحلم والأنا. كان مما يحبه صلى الله عليه وسلم هاتان الصفتان، وقد قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. 10. الوصية بالجار. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي رواية: ثم انظر أهل بيت من جيرانك
فأصبهم منها بمعروف. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. حاشية الألباني، صحيح سنن ابن ماجة في الجزء الثاني الصفحة 96 بعد 200، حاء 72,603. انتهت الحاشية. 11، رحمته بالأطفال. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ولده إبراهيم عليه السلام، أخذ ولده إبراهيم فقبله وشمه. حاشية البخاري، الفتح، الجزء السادس، الصفحة 11 بعد 200، حاء 300 بعد 1000. انتهى. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة لمن يموت وله 3 من الولد لم يبلغ الحنث بفضل رحمته إياهم، وكانت تفيض عيناه لموتهم. وقد سأله مرة سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعندما ذرفت عيناه لوفاة ابنه إبراهيم قال له ابن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة لمن أتبعها بأخرى. وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. حاشية البخاري في الفتح، الجزء السادس، الصفحة 12 بعد 200. انتهى. وخرج على الصحابة رضي الله عنهم، وأمامه بنت أبي الربيع ابنة زينب على عاتقه، فصلى، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها. حاشية البخاري في الفتح، 210 211. انتهى. وقبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. انتهى الشريط 22 من السيرة النبوية، وله بقية على الشريط 23 والأخير من هذا الكتاب. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 23 والأخير من كتاب السيرة النبوية، رحمته بالأطفال صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ولده إبراهيم فقبله وشمه. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة لمن يموت وله 3 من الولد لم يبلغ الحنث بفضل رحمته إياهم، وكانت تفيض عيناه لموتهم. وقد سأله مرة سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعندما ذرفت عيناه لوفاة ابنه إبراهيم قال له ابن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة لمن أتبعها بأخرى. وقال: إن العين تدمع
والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وخرج على الصحابة رضي الله عنهم وأمامة بنت أبي الربيع ابنة زينب على عاتقه، فصلى، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها. وقبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وجاءه أعرابي فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ 12 بكاؤه صلى الله عليه وسلم عند المريض. عندما اشتكى سعد بن عبادة ذات مرة أعاده، فوجده في غشاية أهله، فقال: قد قضى. قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. 13 النهي عن تعذيب الناس بغير حق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا: إن الله يعذب الذين يضربون الناس في الدنيا. 14 رحمته صلى الله عليه وسلم بالإناث. شبه الرسول صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير، إشارة إلى ما فيهن من الصفاء والنعومة والرقة، وإلى ضعفهن وقلة تحملهن. ولذا فإنهن يحتجن إلى الرفق، وله توجيهات كثيرة ومواقف عملية في هذا المجال. ومن أبرز الأمثلة على ذلك: 1 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكانت معه نساء، منهن أم سليم، وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير. 2 وقد عثرت ناقته ذات مرة، ومعه عليها زوجته صفية، فطرح على الأرض، فلحق بهما أبو طلحة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالمرأة. 3 روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه. 4 وقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. 5 وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إعالتك ابنتك الفقيرة التي رفضها زوجها وليس لها غيرك. 6 وكان عليه السلام يحب بناته حبا جما، فقد روي أن ابنته فاطمة كانت عندما تأتيه يقوم لها ويأخذ بيدها ويقبلها ويجلسها في مكانه الذي كان يجلس فيه. 7 وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. 15 النبي صلى الله عليه وسلم الزوج المثالي.
كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي بالزوجات خيرا، ويقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. وأوصى بهن خيرا في حجة الوداع كما ذكرنا ذلك في مكانه، وقال: حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن دلائل شدة احترامه وحبه لزوجته خديجة رضي الله عنها أنه كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها، أي صديقاتها، وذلك بعد مماتها. وقد أقرت عائشة رضي الله عنها بأنها كانت تشعر بالغيرة من هذا المسلك منه. وقد روي أنه وضع ركبته لتضع عليها زوجه صفية رضي الله عنها رجلها حتى تركب على بعيرها. وأوصى صلى الله عليه وسلم بالمرأة الزوجة فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. وفي رواية: جلد العبد. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وفي رواية: إن من أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله. وقال: إن من أعظم الأمور أجرا النفقة على الأهل. سادس عشر: رحمته بالضعفاء عموما. لقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم عن هذه الرحمة الإلهية: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وشملت رحمته صلى الله عليه وسلم الضعفاء حتى وهو في الصلاة، فقد أوصى الأئمة قائلا: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وفي رواية: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وشملت رحمته الخدم والأرقاء، وفي ذلك قال: واحد، على المسلم أن يعامل خادمه أو مولاه كأخ له، قبل أن نورد قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد روى أبو ذر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. اثنان، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد ولى حره ودخانه فليقعد معه فليأكل، فإن كان الطعام قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، أي لقمة أو لقمتين. ثلاثة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي وهو في فراش الموت بحسن معاملة الأرقاء. أربعة، وروى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
من أساء معاملة من هم تحت يديه فلن يدخل الجنة. 5. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له أمة فأدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. 6. وأمر صلى الله عليه وسلم بأن يعامل المماليك مثل معاملة الأبناء. 7. وقال صلى الله عليه وسلم: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. 8. وقال لأبي مسعود عندما رآه يضرب مملوكا له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فانتهى عن ضربه وأعتقه حتى لا يمسه الله بعذاب نتيجة هذا الفعل. وحث على كفالة الأيتام لضعفهم وحاجتهم للرعاية، فقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعه السبابة والوسطى. وحث على إعالة الأرامل والمساكين، فقال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وقال: ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وشملت رحمته حتى البهائم. قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان صدقة. وقال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه. عزيزي المستمع، ورد في نص الحديث هنا لفظة فنزل البئر فعلا، والله أعلم بصواب الرواية. فنزل البئر فعلا فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. 17. رحمته بالأعداء في الحرب والسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر مع المسلمين في الحديبية، فنزل 70 أو 80 رجلا من التنعيم يريدون الفتك بالمسلمين، فأخذوا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون عواض عقاب. وقد قبل الفداء من أسرى بدر وعفى عن قريش وأهل مكة يوم فتح مكة، وأطلق سراح أسرى حنين، وعفى عن غورث بن الحارث على الرغم من محاولته قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء غورث إلى قومه بعد هذا فقال لهم: جئتكم من عند خير الناس. روى البخاري أنه مر عليه بجنازة فقام لها صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا منفوسة؟ ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان والأجير ما داموا غير مشاركين في قتال المسلمين. فكان إذا بعثا أو جيشا أوصاهم قائلا: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وكان له خادم يهودي، فكان إذا مرض عاده، فعاده مرة فعرض عليه الإسلام وأبوه حاضر، فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:
الحمد لله الذي أنقذه من النار. 18 عدله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا من قبل بمناسبة الكلام عن غزوة الفتح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض شفاعة أسامة بن زيد رضي الله عنهما في المرأة المخزومية التي سرقت، وأهم أمرها قريشا، وقال: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. 19 حثه صلى الله عليه وسلم على صلة الأرحام. لقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن من أحب الأعمال إلى الله تعالى بر الوالدين. قال له رجل من الصحابة: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد. قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. قال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. فقال الصحابة: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وحث على صلة الوالدين المشركين والأقارب المشركين، وجعل صلة الرحم من أسباب دخول الجنة والبسط في الرزق، وقطعها من أسباب دخول النار. قال: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنني قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. 20 إعراضه صلى الله عليه وسلم عما يكرهه. روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده رجل به أثر صفرة، وكان صلى الله عليه وسلم يواجه أحدا لا يكاد يواجهه بشيء يكرهه، فلما قام الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة، لأن الصفرة من أثر طيب النساء، ويكره للرجل أن يتطيب بما له لون، بل يتطيب بما له رائحة فقط. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، فبئس رجل العشيرة، أو بئس رجل العشير. فلما دخل ألان له القول. قالت عائشة: يا رسول الله، قلت له الذي قلت، فلما دخل ألمت له القول. قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن رجل شيء لم يقل له: قلت كذا وكذا، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. 21 عدم ذكره عيب الطعام واستحبابه مدحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
سأل أهله إداما فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل. الثاني والعشرون من جامع صفاته وإرشاداته صلى الله عليه وآله وسلم، روي عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم أنهما قالا والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ونذيرا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله وتفتح به أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف. حاشية البخاري في الفتح في الجزء التاسع الصفحة 99 بعد 100 والصفحة 200 حاء 25 و100 بعد 2000 انتهى. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب من مدحه ما ينقص من غيره من الأنبياء ويقول لا تخيروا بين الأنبياء. حاشية البخاري الفتح الجزء 26 الصفحة 92 حاء 17 و900 و6000 وفي مسلم في الجزء الرابع في الصفحة 44 و800 بعد 1000 حاء 73 و300 بعد 2000 انتهت الحاشية. وكان يحث على الصبر والشكر، وفي ذلك يقول إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. حاشية البخاري الفتح الجزء 24 الصفحة 14 بعد 100 حاء 90 و400 و6000 انتهى. وجعل صلى الله عليه وسلم مقياس القوة تملك النفس عند الغضب، وكان ينهى عن سيء الخلق، وفي ذلك يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي وصف جوامع خلقه وخلقه نورد الحديث الذي رواه الترمذي في الشمائل عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما عليه الصلاة والسلام يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر عليه الصلاة والسلام، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إذا انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين، له نور يعلوه صلى الله عليه وسلم
يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية، في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن ما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا، يخطو تكفية ويمشي هونا، ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. قال: فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية: هند هو أخو فاطمة أم الحسن والحسين من أمها خديجة، كما مر بنا، قتل مع علي يوم الجمل. العقيقة شعر رأسه الذي على ناصيته، أي جعلها فرقتين حين قال: إذا انفرقت عقيقته فرقها. أزج، أي مقوس الحاجبين. في غير قرن، أي كاملات، والقرن اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرفاهما. يدره الغضب، أي يصيره الغضب ممتلئا دما. أقنى الأرنين، أي طويل الأنف مع دقة أرنبته، والعرنين ما صلب من الأنف، وقيل الأنف كله. ضليع الفم، أي واسع الفم، وهذا عند العرب يدل على الفصاحة. الفلج، انفراج ما بين الأسنان. دقيق المسربة، أي دقيق الشعر الذي من الصدر إلى السرة. الجيد العنق، والدمية الصورة المتخذة من عاج أو غيره. صفاء الفضة، وبادن متماسك. البادن أي المعتدل السمنة، والمتماسك أي قوي ومعتدل الجسم. ضخم الكراديس، أي رؤوس الأعضاء كالكتف والركبة والمرفق. أنور المتجرد، أي نير العضو المتجرد عن الشعر أو عن الثوب. موصول ما بين اللبة، أي موضع الثغرة فوق الصدر. فضلا، اقلب الشريط لنتابع قراءة الحديث المطول في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني يبدأ حالا، ومع الحديث المطول في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، وكان وصافا، عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع، وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إذا انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم.
كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية، في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عار الثديين والبطن ما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شفن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، جريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. قال: فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. حاشية: في قوله سائل الأطراف أو شائل الأطراف شك من الراوي، والسائل الطويل، والشائل كذلك الطويل، وفي قوله خمصان الأخمصين، الأخمص من القدم هو الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند التوطؤ، والخمصان المبالغ منه، والمراد أن ذلك الموضع من أسفل قدميه شديد التجافي عن الأرض. وفي قوله مسيح القدمين أي ملساوان، ليس فيهما تكسر ولا شقاق أي تشقق. وفي قوله يخطو تكفي، التكفي أو التكفؤ كما في رواية أي يمشي تقلصا، يخطو تكفؤا مائلا قليلا إلى الأمام، ذريع المشية أي واسع الخطى، كأنما ينحط من صبب، الصبب الأرض المنحدرة. وفي قوله يسوق أصحابه أي يمشون أمامه ويمشي هو خلفهم، يبدر أي يسبق من لقي بالسلام، في رواية الطبراني ويختمه بأشداقه، في قوله يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، أي يتكلم بملء فمه وهو من الرجولة. وفي قوله ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، الذواق المأكول والمشروب، وجوامع الكلم ما قل لفظه وكثر معناه وحسن سبكه. ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق
لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه. جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وآله وسلم، يفتر عن مثل حب الغمام. حاشية: عند قوله إذا تحدث اتصل بها، أي بكفه، بمعنى أن حديثه يقارن تحريكها، وبين ذلك بقوله وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. وكذلك يفتر عن مثل حب الغمام، الغمام السحاب، وحب الغمام البرد، شبه به أسنانه البيضاء. انتهت الحاشية. قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته، فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. حاشية: المراد بالخاصة الصحابة الذين يكثرون الدخول عليه كالخلفاء الأربعة، والمراد بالعامة الذين لم يعتادوا الدخول عليه، فالخواص يأخذون عنه وهم يبلغونها بقية الناس. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. حاشية: قال الشيخ العلامة الألباني محقق شمائل الترمذي في الصفحة 22 الحاشية من قوله: أبلغوني إلى هنا، له طريق أخرى عن علي لكن إسناده ضعيف جدا، وكذلك أوردته في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 94 و500 بعد الألف. انتهى. لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة، يعني على الخير. حاشية: الرواد جمع رائد، وهو في الأصل من يتقدم القوم لينظرهم الكلأ ومساقط الماء، والمراد هنا كبار الصحابة. الذواق المأكول والمشروب، وضرب الذواق مثلا لما ينالون عنده من الخير، أي لا يتفرقون إلا عن علم وأدب يتعلمونه، يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم. النهاية. وهذا حمل لللفظ على المجاز، وهناك من حمله على الحقيقة
والله أعلم. انتهى. قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. حاشية: يخزن أي يحبس أو يتكلم. وفي معنى هذا يقول الله تعالى في وصفه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. انتهت الحاشية. ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يفضل أو يميل، لكل حالة عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تنسى فلتاته، متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير. نقول: ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تنسى فلتاته، متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير، ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب. قال الحسين: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه. حاشية: في قوله ولا تؤبن فيه الحرم أي لا تعاب من الأبن، وهو العيب، والمراد لا يقدح فيه بحرمة أحد. ولا تنثى فلتاته أي لا تشاع ولا تذاع كما في النهاية. انتهت الحاشية. قال الحسين: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي، ولا ييئس منه راجية، ولا يخيب فيه. حاشية: دائم البشر أي طلاقة الوجه وبشاشته مع الناس، لا مشاح من الشح وهو البخل، لا ييئس منه راجية
أي لا يجعله آيسا من بره. انتهت الحاشية. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. حاشية: المراء الجدال. في هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في ربض الجنة، أي في أول الجنة. انظر أبا داود في الجزء الخامس الصفحة 50 بعد 100 كتاب الأدب، وفي حسن الخلق حاء 804,000، وفي رواية الترمذي في الجزء السادس الصفحة 208 بعد 200 حاء 94,900,000. ومن ترك المراء وهو محق بنى له في وسطها، يعني الجنة. وقال: حديث حسن. والإكثار، أي الإكثار من الكلام أو المال. وفي نسخة: الإكبار، أي استعظام نفسه في المشي والجلوس وغيره. وما لا يعنيه، والله تعالى يقول: والذين هم عن اللغو معرضون، سورة المؤمنون الآية 3. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وممن رواه الإمام أحمد في المسند في الجزء الثالث الصفحة 77 والمئة حاء 37,700,000 لشاكر، وصحح شاكر إسناده. انتهت الحاشية. وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم. يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إذا كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. حاشية: في كلامه عما هو من وصف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلب عورته، أي لا يكشف عورة أحد، أو لا يظهر ما يريد الشخص ستره وخفايته عن الناس. يقول: ويصبر للغريب على الجفوة، بعد قوله: إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، أي كانوا لإجلالهم إياه لا يتحركون، فكان صفتهم صفة من على رأسه طائر يريد أن يصيده، فهو يخاف أن يتحرك. وقوله: يصبر للغريب على الجفوة، أي على الجفاء والغلظة مما كان يصدر من بعض الجفاة. قوله: ليستجلبونهم، أي يتمنون أن يجيء الغرباء إلى مجلسه عليه السلام ليستفيدوا بسبب أسئلتهم ما لا يستفيدون في غيبتهم، لأنهم كانوا يتهيبون أن يسألوه. إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، أي أعينوه على طلبته. لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، أي مقتصد في المدح غير متجاوز اللائق به. لا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، أي يجاوز الحق ويتعداه، فيقطعه بنهي أو قيام، أي يترك ذلك المجلس. قال الشيخ الألباني محقق شمائل الترمذي: واعلم أن الحديث كان في الأصل مفرقا في عدة أبواب بسند واحد، فجمعته هنا في سياق واحد باجتهاد مني، ثم رأيته مطابقا لرواية يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ، فإنه ساقها مجموعة في سياق واحد فيما نقله ابن كثير في البداية. ثم قال:
وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل عن سفيان بن وكيل، ودون أن يشير إلى أنه رواه فيه مفرقا، ثم رأيته عند أبي نعيم أيضا في سياق واحد. انتهت الحاشية. ومن الأحاديث الجامعة في وصفه صلى الله عليه وسلم حديث أم معبد الخزاعية الذي سبقت الإشارة إليه في أخبار الهجرة إلى المدينة المنورة، فعندما طلب أبو معبد من أم معبد أن تصف له الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صقلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أزج أقرا، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا بأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا، وإن أمر تبادروا لأمره، محشود محفود لا عابس ولا مفند. وخلاصة القول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتصف بصفات الكمال ولا غرو، فقد أدبه ربه فأحسن تأديبه، وخاطبه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وهذه الشمائل التي ذكرناها هي نقطة من بحر، لأنه ما من خصلة حميدة ذكرت في القرآن أو الحديث إلا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصف بها، وهو أول العاملين بها، وهي خصال يصعب جمعها في فصل من كتاب كهذا. وقد حاول الترمذي والبيهقي وأبو الشيخ وابن المقري والفيروز أبادي والمستغفري وجعفر بن حيان الأصبهاني والبغوي وغيرهم أن يفرد كل منهم كتابا جمع فيه جانبا كبيرا من هذه الشمائل، وحاول ابن القيم أن يستقصي كل ما ينبغي معرفته عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، فاستوعب ذلك أكثر من كثير من غيره من المؤلفين. ومن أجل وأنفس ما ألف في الشمائل كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار من تأليف الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 1650 هجرية، وقد حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه العلامة الشيخ إبراهيم اليعقوبي، وقد صدر في جزئين وفي نحو 800 صفحة، وجمع فيه مؤلفه 57,200,000 من الأحاديث والآثار التي تتعلق بالشمائل، بينما جمع الترمذي مثلا في الشمائل 400 من الأحاديث والآثار. وكتاب الأنوار هو المرجع الأهم والأول في التعرف على كيفية أخذ تلك الشمائل من مظانها ومن مواطنها كما يذكر محققه، وهو كما ذكر. حاشية: انظر مقدمة محقق الكتاب في الصفحتين 40 و41. انتهى. أما الشامي في السبل فقد جمع مادة غزيرة بهذا الشأن، ولكنها ما زالت مخطوطة، أي في الأجزاء التي لم تحقق. حاشية: انظر فهرست موضوعات الكتاب في الجزء الأول المطبوع. عزيزي المستمع، انتهى الشريط 23 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية، من تأليف الدكتور مهدي رزق الله أحمد، الطبعة الأولى سنة 1400 هجرية، الموافق لسنة 1992 ميلادية. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.